يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطرت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا توحيد الخالق رايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عشر كين الشناد كتابك سلم المتعلم المحتاج وحين كب الله بدون هدور ربي أقلاده حلك أين كب وين حلك أين ولد الإمام النووي وبقى لحبق الله بي يلا بعتم بين كب الله بينا إمام النووي وقت جي ونشي أي شيخ إنه بالله بدونا أنت ونولا يا وقت جي وجيري يودي صدح ذا الرماد بو إنه شيء كدونا وإمام النووي بلا شديسة يدي ما شديسة ينو لشيسة صدح ذا قضب أيو تلمامي دونا صدح ذا قضب مركو تلمامو أيو علماء ذي هراء أيو علماء ذا دمبابا كتابك منهاج كأه أخرين تيسة إنا إسكو وافقين أيو شيخ إنو حجيسين دونا إنتا كدبنا سندك أو شيخ كتابك منهاج كأه أوليهي إلا سيقود مركو منهاج كأوغا حضلو قارسيو حالك أو منهاج كصواب اللوضي إمام الرافعي كتابك اسم محرر أيو هدنا سيقود فقه كأو سيوضي دونا سندك فقه كأو لليهي أورنام بومرين يا شيخ مركا أما حالكو كو قبقبوني أيو قارسين دونا إلا يو إمام الشافعي أو قليو إلا إن فقه كأن الشافعي كو إمامك ووحيابيه أو كفهمي آياتك إيا أحكام إيا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم سندك أقود فقه iyo ka gaarka ee manhajka labada sanado isku dhex jira ayuu sheekhu inoo sheegi doona ama uu tilmaami doona wulida waxa la dhalay al imamu imamki an-nawawi ee nawa meesha la yiraahdo loo nisbeeyay imamu nawawi waxa la dhalay rahimahullahu allah unna harista taala sirriye ba'da wafati al imam imamki geeridiisa dabadi ayaa la dhalay imamki ar-rafi'i ee rafi'i aha بسبع سنين تضبص النضاد كذب تضبص النضاد مركي وإمام الرافعي موتنا أيو إمام النووي أيو لا شيء كل كا أنت بدن علماء والله يسكت تاريخ يا أيو إمام الشافعي وحل إلى وحل لا شيء بالي إلى هذا إسلام سنة كيو أردن تاي أبو حنيفة الله أنحرسته أما وحب اللي إذا هذا أبا إسكو مالين بيبا أهيدا ما إسكو هبين مالين تي أبو حنيفة لنتي إسلام مالين تلفتي دي أيو إمام الشافعي نتنا شيء أي اللي إذا هذا وعلماء ذا والله إسكو تاريخ يا علماء ذا واوين إنتي كلا دنبيين أما إنا إسكو وقت أهايين أما إنتي إنو للهان إسكو سو قارين كل قوي حكولي لبدا الشيخ إيه مذهب كوليه هاي إيه إمام النووي إيه إمام الرافعي لكلا يرى تضبص النضاد أي كل الدنبيين الرافعي وتضبص النضاد أحسن أي إمام النووي لا شيء كل قط تضبص النضاد غيري دي سكدي بايو لا شيء ولد واحد لا شيء الإمام إمامك النووي النووي الأورنج لي أما لون نسبيه نووي نو مش لي لا لون نسبيه رحمه الله الله أنحرس تعالى سريه بعد وفاة الإمام إمامك غيري دي سدبيد بود لا شيء إمامك الرافعي الرافعي أها بسبع سنين تدرس نضاد تدرس أيك جيري دمبي معايا لا تدرس أيك دمبي لو يري لأنه نووي ولد وحل دلي في المحرم بش محرم بالله دلي أي أول سنة أين أنقان عمر با أول سنة كنجي محرم وبش أول سنة ها إيه صومالدنا أي زكاة أتقانه إيه أنت بدن دولة دي إسلامك إيه عباسيين حلق عالم الإسلام الزكاة لك قاضو أيه هيد بش كوبات أو دي سيدة نوبنا هي زكاة الله با الله قيب يا يو وإحنا وحولي وصنة با الله إيه وإحنا حولي ما هو سيدة مرها صوبها يا بيرها أو مركي صوغو آنو بلغ الزكية إيه صنة بيين قاريني هذا بوح يا بها الزكاة حولي
waxaa la isla gartay in bil loo sameeyo bishaana bisha muxarram baa laga dhigay. Muxarramna waa awalu sano oo sanadka hijriga ah, waa bishiisa koobaad. Macnaheedu maaha nebi maxamed baa muxarram hijrooday oo saasaa loogu magacdar oo kow looga dhigay ma aha, laakiin waa la isla gartay oo cumar bin khataab ayaa awalu sanaha u qadiray. لأنه ولد وحل دلي إمام النووي في المحرم بش محرم بالا دلي سنة 31 كوبية صدن كيمركي أي أحيد أيالا دلي تاريخ ذو و600 إيا لح بقل لح بقل إيا كوبية صدن سنة دواد مركي هجري قو أحيد بش ولبنا محرم للغاية جيرو بش وحوي سنة كوبية صدنات أيو لكو سيدي بي كارنغان تحيد لشديسو ilaa 1300 muharram buu ka bilaaban isla muharram buuna dhashay waa 1300. Hadaba bisha talo imisa ayay ahayd? Waa 3 maalmood bishu yee. Imisa ayay ahayd maalinta uu Imaam Nawawi dhashay bishu? Lama hayo oo si cayiman maalintaasi maalintay ahayd lama hayo, laakiin waxa la garanayaa uun 10ka dambe inayna ahayn ee 20ka hore ayaa la isku khilaafay halka uu Imaam Nawawi ka dhashay bisha Muharram. Laannahu isagu wulida waxaa la dhalay fil Muharrami Muharram dhixdeeda la dhalay sanata 31 sanadkii 1300 iyo 600 markay taariikhdu ahayd. Fahuwa hadaba imaamku min ahlil qarni qarnigii dadkii uu ehelka ahaa weeye asaabici ee 7aad. Imaam Nawawi qarniga 7aad ayuu ahaa dadkii ku jiray oo qarniga 7aad dee 1300 sano baa ka tagay. 1300 sano qarnigii 7aad markii laga galay qarniga 7aad 1300 sano markii laga galay ayuu imaamku ay dhashay, Allahu naxariiste 600 iyo 1300 uu dhashay. 1300 waa intii qarniga laga galay markaa qarniga 7aad. Halkaasi waa waqtigii uu dhashay ayuu kaga baxay, waqtiguu dhintay ayuu inoo sheegayaa waxa ka dhalan doonta intuu noolaa oo labadaas oo la kala jaray. Xilliguu dhashay hadii lagu siiyo, xilliga uu dhintayna lagu siiyo, noloshiisana laga aamuso, ninka inuu xisaab garanaya waa helaya intuu noolaa oo labadan taariikhoodun buu kala jaraya. Haddii xilliguu dhashay lagu siiyo, intuu noolaa lagu siiyo oo waqtiguu dhintay laga aamusana waa heli kartaa. Ode xisaabta waxaynu ognahay darafyadeeda mid ka mid ah hadii la qariyo wuu soo baxayo, waa la helaa darafka kale oo waad heli karaysaa. Wamaata wuu geeriyooday Nawawi raximahullaahu allaha u naxariista tacaalaa sareeye fii rajaba bisha rajab ayuu geeriyooday sanata 76 sannadii 76aad 600 iyo 600 oo sano hijrigu ay ahayd bisha rajabna imaamku waa geeriyooday. Rajab ayuu geeriyooday oo sidaynu ognahay waa bilihii ashhurul xurumka ahaa ayuu imaamku dhashay uu geeriyooday. Rajab buu geeriyooday. Rajab waa bisha imisaad bay noqonaysaa? Waxa weeye bisha 7aad, waa bishan hadda inagu aynu ku jirno weeye, tan aynu ku jirno ayuu geeriyooday oo mas rar jajun rash waa rashta ra'da hore weeyaan, waa bisha 7aad. Mas miimkani waa muxaram, saadkuna waa safar markaad mas tidhaahdo. Mas rar rar markaad tidhaahdo ra'da hore waa rabiicul awwal, ra'da dambe waa rabiicul thaani, waa afar markaa mas rar jajun markaad tidhaahdo jiimka hore waa jamaadul awla, jiimka dambena waa jamaadul thaani, waa lix bilood. Mas rar jajun rash rashta ra'da hore ayaa rajab, shiinkuna waa shacbaan. Rash rash dadun baa leeyahay sanadku intaas ku dhamaadayba sanadkii carabiga masrar jajun rash rash dadun baa leeyahay. Hadii bilaha kale laga odhan jiray ama xadgandoodka marka la soo saarayo duuxiida zabbab ama halkii laga odhan jiray ayaa kan laga yiraahdaa rash rash masrar jajun rash rash dadun baa leeyahay. Hadaba rajab oo bisha 7aad ah ayuu imaamku geeriyooday, Allah uu naxariiste. Wamaata wuxuu geeriyooday Nawawi raximahullaahu allaha u naxariisto tacaalaa sareeye fii rajaba bisha rajab ayuu geeriyooday sanata 76 sannadii 76aad 600 iyo 600 oo sano. Halkaana taariikhdii uu dhintay isla qarnigii 7aad gudihiisa uunbuu imaamku geeriyooday bay ka dhigan tahay. Halkana wuxuu doonayaa inuu qodobkii 3aad oo cumrigii Imaamu Nawawi ah inuu inoo sheego. Wa cumruhu Imaamu Nawawi cumrigiisu نحو 45 سنة شن يافر تنجير أيو أها دلن يرنما أيو إمام النووي كل انتاي إساقون قورسن أو دلن يرأ
ayuu imaamku geeriyooday allah uu naxariistee wa cumruhu cumrigiisuna nahu 45 sanatan 45 jir ayuu ku dhintay raximahu llaahu allah u naxariisto tacaalaa ilaahay sarreeye wa jazaahu allaha abaaliyo can saniicihi sancadiisiiyo waxqabadkiisii allaha ka abaaliyo jazaa'an abaal mawfuuran la dhammaystiray abaal weyn ilaahay ha ku abaaliyo wa jacalaha ka yeelo camalahu waxqabadkiisii iyo camalkiisiina mutaqabbalan mid la aqbalay allaha ka dhiga imaamka camalkiisa wa sacyahu shaqadiisiina mashkuuran mid lagu shukriyey oo loogu mahadnaqay ilaahay ha ka dhigo imaamka aamiin ayaynu leenahay waa imaamka aynu hadda camalkiisi iyo kutubtiisii aynu baranayno ilaahayna waxaynu uga baryaynaa naxariistii janno iyo darajooyin waaweyn inuu siiyo ayaan rabbi uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala walam yazal kama zuulin kullun mid kasta oo min alculamaa'i culimada ka tirsan walaa'imati imaamyada ka tirsan alaclaami ee buuraha ah imaamyadii waaweynaayee sida calanka u babanayay ama sida buuraha u muuqanayay kamay zuulin qadiiman horay iyo waxadiisan gadaalba mudcinan inay u garraariciyaan ama ay aqbalaan lifadli lminhaaj kitaabka minhaajka ah fadliga iyo qiimaha uu leeyahay culimadeennii hore iyo culimadeennii dambaba way ogolaayeen oo way isla dirayeen kitaabka minhaajka dheeraadka uu leeyahay ee kutubta kale uu ka leeyahay minhaajkii almadkuuri lasoo sheegay ee xagga hore aan ku soo tilmaanay wa mushtaqilan welibana kamay zuulin inay ku mashquulaan ay isku shaqliyaan biiqraa'ihi akhrintiisa minhaajka inay akhriyaan culimmadu horayso iyo dambaysaba minhaajka akhrintiisa kamayna zuuli jirin oo lafdhabar buu fuqahada u ahaan jiray kitaabka minhaajka in la akhriya wa mushtaqilan biiqraa'ihi biiqraa'i akhrintiisa ay akhriyayaan ayayna ka zuuli jirin faliqraa'u haddaba akhrinta fiihi minhaajka dhexdiisa la akhriyo muqadamun waxaa laga horaysiin jiray calaa kayrihi minhaajka kayrkii cinda kahiirin wax fara badan agtood oo min ulilfadli dadka fadliga u saaxiibka ah dadkii ilaahay aqoonta uu siiyey ilan aqoonta fadligay ka mid tahay inay kitaabka minhaajka akhriyaan ayay ka horreysiin jireen kutubta kale inay akhriyaan akhrinta kutubta kale kanay ka fadili jireen waqad kahura waxaa fara badnaaday alictinaau ictinihii iyo u qasadkii ayaa fara batay bihi minhaajka loo cinaayoonayey waa limowqici lcinaayati cinaayada iyo qasadka dhicidiisa fiihi minhaajka dhexdiisa uu dhacay waxaa lagu leeyahay culimmadu siday ugu dadaaleen ama ay ugu cinaayoodeen ayaa aad u badatay waayo qasad badan ayaa kitaabka dhexdiisa la geliyey wa sawaba waxaa sawaab ka dhigay sawaabahu kitaabka sawaabkiisii waxa inuu sax yahay sheegay aathaaru nahji muktafiihi culimadii raacaysay raadkiisa ama raadinaysay nahjigoogii iyo dariiqoogii aathaartoodii baa kitaabku inuu sax yahay inay inoo sawaabisay oo inooga dhigtay raggii ka dambeeyey kitaabka ee ama sharxay ama nadmiyey ama bastiyey ama ikhtisaariyey wax ceeba kitaabka way u waayeen ceeb ay taabtaan oo ay minhaaj ku tilmaamaan way waayeen oo waxay sawaab ka dhigeen sawaabkiisii sawaabkiisii unbay qarireen inuu sawaab yahay wa sawaba waxaa sawaab ka dhigay sawaabahu kitaabka minhaajka ah sawaabkiisa waxaa sawaab ka dhigo sax ka dhigay aafaaru nahji muqtafiihi kuwii isaga raacayay dariiqoogii aathaartii ay ka tegeen halkaa markii uu kaga hadlay sheekha imaamu nawowi saddexdiisa taariikhood xilliguu dhashay iyo xilliguu dhintay iyo intuu noolaa ayuu kitaabka minhaajka ana kelmad ku tuuray aad buu uga soo hadlaye raggii ka dambeeyey inay ceeb u waayeene hadda wuxuu doonayaa inuu bilaabo sanadka uu sheekhu u leeyahay kitaabka minhaajka ah falaqad akhbaranii waxaa ii waramay bihi kitaabkan minhaajka ah waxaa ii waramay waa qiraaca cala sheekh baa inta badan dee kayfiyatu taxamul iyo kayfiyatu ladi ayaa lagu yaqaanaa mustalaxa haddaba markaad leedahay akhbaranii waa alqiraa cala sheekh baa inta badan lagu gutaa falaqad akhbaranii waxaa ii waramay bihi kitaabkan minhaajka ana iiga warbixiyey
شيخي أنيق شيخي جي أيا إيه ورمي شيخ الإسلام إسلام كأردن شيخوغا أها علامة دهره وقت جيسنا علم بدنه سأها وفريد مصره ودن كيس إيا مقال ذي سنة ننك كليا أها حق عقونتا إيا وعصره وقت جيسبا ننك كليا ننك الله قرب نقا أونتشرين شيخي سيبو أمانيا شيخي جي شيخ الإسلام علامة دهري أهاي وقت جي سمنك أو أقانت بدنا أها إن الله بربر نجي كرا وضنك أو كنول يهيه مجال ذا أو كنول يهيه أي نجرين أي إيجا ورمي بويلي العلامة علم بدنه بأي ورمي فرعا حاجة فروع ذا إياه وأصلا حاجة أصول شبا علم جبدنا فروع ذا فروع ذي فروع ذي في خيوي أصول شنو أس أسلين كيو سنة ذي إياه إياه قرآن كي إياه عقيدة دي انتيبا اما اصول الدين كيها اهاتو اما اصول شكري اسلين كاها اهاته اصول شئية فروع دبا شيخي اقوان تبضن اولها ايا اي ورمي الفهامة ننكي فهن كبضنابا اي ورمي شرعا علوم تشرعي قاءات كوفهن سنا وعقلا اي علوم تعقلي قاء سيدة فلسفة اي منطقة اوكالي شيخي شرعي اي عقلي قاء لبدا علوم با مدية اما كولان صدي ايا اي ورمي قاضي الإسلام إسلام كقاضي جوجي أها ومفتي الأنا مخلوق أنا مفتجي سي أها السيد بقر كي الزاهد الزاهد كأها أها عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الأورنجري ابن عبد الباري الأهدل أهدل وقبيل يمنيد أرنتي كو أبتر صدا أقونت إيا دينت نمن كو أبتر صدا وي كتبت أي إنو قرين حيننا وحكمي ذا كواكب درياها أوكالي وذاتك قريوا أهدل أصول كواح بضم بينك أهينا قواعد الفقهية أينو رميني شيخي قري أهدل بوءها شيخي من هذا قرآن كإنو ديجي مقالذا إني لتشوغا شيخ محمد أبو طميم وان أهدل وي كل واحد ينوعنا يا دبا أهدليين تو وأني من هم تي مركي يمن لشوقو قبيل لا يقان حاجة أقانطة أي أهاين قديما وحديثا ومفتل أن الشيخ شيخي السيد أي سيد كأها أما بقرك الزاهد أي زاهد كأها إرجع السيد خلاف ما كشرة مركو سيدك ألوطه ومثلا ليس خلاف سيد هاي بينه ورنجرني مركو أشر وكم غي هاي أي سيد أون ويهينا خلافكم مشروع لماذا لحدوده الزاهد أي زاهد كأها عبد الرحمن بن محمد لأورنجري ابن عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الباري الأهدل عافاه الله الله عفيه قففك يا أخضادي كنعضي الله كعفيه تعالى إلهي سريه ومتعني الله يقول راحيه والمسلمين مسلمين تنا الله يقول راحيه بحياته شيخ النلوشيسة مركو قري شيخي سوى نولا إلهي عمرك شيخ هديريه ولا أخلى إلهي كممريه ودعي ولا أخلى ممريه الوجود كون كان إلهي كممريه من وجود ذاته شيخ ذات ذي سجرد إذن إلهي الدنيا كما قاضوا إلهي كون كما مريا شيخ أو الدون كان كما إلهي مدل بوليه هذا معنيه قوة محي ما شيخ ما إنو وارو أدعيني إنو وارو ردما ننبا ميو أدعيني وامايا سيقوين كنو عن أوكلا إيه تأبيد كإيوح يابها لمدكا لقد ننصده انت بدن حق الدعاء تأبيد لميونا وحوي وعنيرين وملوك الشيء ذا وأذوك واحد وقتعين هذا ننجرتي إله الرب نسيه نعنفعاء مؤمد إلى يوم الدين بذل كجرتي علماء إلى ما إلى قيامة الرب كود أعوه كود ليه كل ما أهال لو متشي ذاون إن تأبيد لقد يمعها وحوي نيرين تأبلوك الشيء ذا ولا أخلاء إلى هاي ممريو الوجود كون كممريو من وجود ذاته ذاته ذي سجوغي ديدا بالقرآن قرآن كأيان إلهي كبريي قرآن كوا سفة إلهي سفة إلهي أي قرآن كأبان إلهي كبريي وآياته آيادها إلهي من كبريي ومحمد النبي محمد من كبريي صلى الله عليه وسلم إيو معجزاته رسولك معجزات كيسان كبريي آمين يا رب العالمين عالمين ترب جوجو آيات كأغان كبريي oo waxaan kugu bariyay quraankan kugu bariyay oo nabi maxamed baan kugu bariyay uu sheekhu yiri radiyallahu ta'ala anhu waxaan arkayna hadaba ilaahay aayadkiisa wad ku bari kartaa oo quraanku waa sifa ilaahay ilaahay sifadiisa wad ku bari kartaa oo hadal male waa tawassul
إلهي ما كبري كرتا هذا النبي محمد أما قف ما كبري كرتا ومحمد ومعجزاته ما أورن كرنا وعشرة توصلك هدو يهي العمل الصالح يعني ماذا خلافه ما تشيرو عملك صالحا إن إلهي لوغو توصله أو لوغو بريا مسألة خلاف لما أها ومسألة واضحة أولا يقان وأنا حديثك صحيحة هاي وحلو دليش هذا صدح ذين إني قدك قالي إيه نقول حقوق سود مي إيه عمل كوغي صالحا هاكو توصلي وحبت كدلي شنكرت آيات قرآن كا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا سمعنا منادي ينادي للإيمان إله يونك غيري يا إيمان كان نقوله واقعية أيانو مقالي وانو كرمينة رمين تنا نكرمينة إلى أودم بيجا نقوله هذا رمي زيد أعماش اللي سكودم بنافعي ما كم طايبة عمل كذا ونعكسن إن أتكون توصلي كرتو وخلاف أو كشيء ما تشلو نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا رأي لقوله توصله أما الرسول كبر ما هي ذاتين ككلا إن لقوله توصله علماء ما هي كقبان شيخ إني سبكي لأورنشري مسألة واحد لقي يا أبا إنا إنه أرجنو إسقوا إجماع حتى صار نقلنا يا أو أرنا يا وعي بنان تهاي النبي محمد لقوله توصله إجماع العلماء ساسو إسقوا أرنا يا وشيخ ابن سبكي مركو مسألة كهذا حتى إجماع أبو بجارسية إنه صار نقلية ويدا مسألة وعي بنان تهاي وحين أجنهاي عز الدين بن عبد السلام مسألة وكلا قاضي وسلطان العلماء وكلا قاضي وكلا قاضي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يغير كيبو وكلا قاضي وحسون نقليي نبي محمد إن لقو توصولي كرحيا وميتا لكن غير كي إن لقو توصولي كرين أي عز الدين بن عبد السلام سون نقليي وحين أقنهي شوكاني أكدن بيي وحر السبب تأو عز الدين وكلا ساري نبي محمد إيه دادك ونواناكسان أنا مرق قرن لأيه بوغيري توسل كوغي واللغو توصولي كرا نبي محمد إيه غير كيبا واللغو توصولي كرا أبو شوكاني نكو تغي الشيخ ابن تيم بي يسنوحي كو تغي مدنا باللغو ما توصولي كرا نبي محمد نكو توصولي ميسد دادك ونواناكسان نكو توصولي ميسد حيا وميتا نيالك لقاضي يا مسلك لقاضي مايو مسلا ذا سيدنا ورك لكو سيجرا هضبا ولماذا هلك هاي اسكو قبتين اي وركة بدني او كتاقين يهي وحديث بخاري كو قران واثر بخاري كو قران وي اثر عمر بن خطاب وقت ديسي صحيح البخاري كو قران عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وحكا سوغان سيدة بخاري او صو ساري انو لا يهي وحنو اهين كو كوغو توصلا او كوغو تودو هذا نبي محمد مركي او نورا وعمر باله وحديث كبير ان اثر كبخاري وصاص عليه اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا نبي محمد بان كوغو توسل جيرني واردنا ورابين جيرتي وعمر بن الخطاب اورنيا نبي محمد جيرديسي كدب مخولي كل كان عمر وانا نتوسل اليك بعم نبينا عباس نبي محمد أذيركي أو عباس أيان كوغو توصولي ناية نورابي وروب كنسي حتى ما أثر كان سكويا لبخاريا واحد شراء كتب بضان أقول إحنا عيبا شراء روايوين با شراء كلا دودوين روايوين كقار واحد الماما يان إن مركا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن كوغو توصولي نيدو ذات ذي سأينا أهين دعو أي طحيب الرقا قار كوت كتغين والنبي محمد بأي لهي نوبر يجري ومركز إلهي روب كان نسيين جري كل عباس لفتي سنة أثر روايوين باتشرة أرانا يا مركا عباس انت عمر انتو صوكح يا عباس أي أرانا جري إلهي نوبر يو إلهي بو عباس بر يجري يو سيداس أي روب كان نسيين جري كل كوي كالدوان تاي ذاتا إيا عمل باي كالتا إيا دعاي كالتا يا دالة صعودة روايوين كالا دي زيادة دو دالة إيغو وحماشا كم موقانا يسا إن ذاتا عباس إلا لغو توسول إنين إنا يتاي دعادي سيا عمل كيسا إنا يتاي عمل كيسي لليها إلهي نوبر وأثر كالا سيدا كوران ان روايوين كاكلا سيدا كوران وي حدبا رقبانين يا وحي ليهين عمر بن خطاب
oo saxaabadii nabi maxamed dhex jooga markuu leeyahay abbas maanu kuugu tawasulaynaaye ilaahayowna waraabi markuu leeyahay maxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen waxay ka dhigan tahay wuxuu tusayaa bay yidhaahdeen cumar waa ragga banaynaya hadda halka ay afarkan ka deliishinayaan ma ku sheegaya saxaabaduna day cumar kumay khilaafin kolka afarkan halkii ka deliishinayaan waxa weeyaan ama ay u socdaan uu yahay nabi maxamedin horay loogu tawasulayay way sugan tahay oo halkan horay ku sugan tahay inaa natawasalu ilayka waa kale kolka cumar xaggiisana cumuum buu doonayaa in dadka saalixiinta ah lagu tawasuli karo ama camalkooga aad ku tawasushide ayuu cumar doonayaa bay yidhaahdeen oo horeyna nebiga u sugnaa marka dambena cumar cabaas buu sugayaayo dadkii wan wanaagsanaa ah kolkaa lil cumuum buu cabaasid aan cumar sidan u samaynayay bay leeyihiin ragga kalena waxaynan lil cumuum uma samaynaynine nebi maxamed mar hadduu geeriyooday qof geeriyooday inaan lagu tawasuli karaynin ayuu dadka tusayey oo qof nooloon la odhanayo ilaahay inoo bari halkanay kolkaa qolada kalena sidanay u dhigeen qolana sidanay u dhigeen qolana sidanay u dhigeen meesha asalkeegu horta laysku hayaa waa halkaa waa cabaas oo nebi maxamed lagu tawasulay geeridiisa dabadeed welibana camalkooga oo ah dee camalkooga wanaagsan oo aad noo ducee oo kale tusaale ahaan noo ducee oo kale sida afarka kale uu sheegayo ama riwaayadda kale ay sheegaysa markaan doonayno haddaba masalada culimmadu afartaa qowl ayaa ugu caansan cid gebi ahaanba diiday iyo cid gebi ahaanba sidaa shawkaani uu soo naqliyey ogolaatay iyo cid kala saartay oo xayan wamayitan u kala saartay iyo cid kala saartay oo nebi maxamed iyo kayrkii u kala saartay kolka afar qowl ayaa culimmada ugu sugan rag badani runtii oo haddii minka dib ugu noqotiin ama cawnulmacbuudka oo kale haddii aynu dib ugu noqono shuraaxdiisa kutubtan sunnada caadiga ah shuraaxdooda meelo badan oo masalada lagaga hadlo ayaa jirta oo ama culimmo mucaasiriinihi ay ka hadleen ama culimmadii horeba ay ka hadleen ama aqwaashooda lasoo guurinayo taa ayuu haddaba sheekhu nebi maxamed buu ku tawasulayaaye wuxuu yidhi bilqur'aani qur'aanka ayaan ilaahay ku baryay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa wa muxammedin nebi maxamed baan ku baryay sala allahu calayhi wasalam iyo wa mucjizaatihi mucjizaadkiisa aamiin ya rab alcaalamiin qiraa'atan akhris buu iigu waramay calayhi sheekha aan ku dul akhriyey can shaykhihi sheekhiisii buu iiga waramay iyo wa waalidihi aabihii shaykhi lislaami islaamka sheekhooga ahaa wa mufti lanaami makhluuqana muftigoogii ahaa badriddiin la odhan jiray asayid muxamed ibni cabdiraxmaan la odhan jiray ibni xasan ibni cabdilbaari raximahu llahu tacaala waa aabihii markaa qiraa'atan akhris calayhi uu ku dul akhriyey can shaykhihi sheekhiisi ayuu kasii waramay isna shaykhi lislaami islaamka sheekhiisii ahaa wa mufti lanaami makhluuqana muftigiisii ahaa albadri ee dayaxa ahaa assaari ee guuraynayay alakmali ee dhammayska tirnaa asayid muxamed ibni axmed ibni cabdilbaari la odhan jiray alahdal raximahu llahu tacaala qiraa'atan akhris calayhi uu isaga ku dul akhriyey can shaykhihi sheekhiisii uu kasoo guuriyey ama uu ka waramay alcallaama cilmi badanaha ahaa weliyillaahi ilaahay weligiisa ahaa bilaa nisaacin muran la'aanti sharafi lislaami islaamka sharaftiisa ahaa alxasan ibni cabdilbaari alahdal la odhan jiray raximahu llahu tacaala allah u naxariistee can shaykhihi sheekhiisii buu uga waramay asayidi ee isna sayidka ahaa aljaliili ee qadarka weynaa walcallaamati cilmi badanihii annabiili ee sarreeyey jamaalilislaami islaamka quruxdiisa ahaa asayid cali bni cabdillaahi almaqbuuli alahdal la odhan jiray raximahu llahu tacaala can waalidihi waalidkiisii buu ka waramay asayidi ee sayidka ahaa aljaliili ee weynaa walcallaamati ee cilmi badanaha ahaa annabiili ee sarreeyey shaykhi lislaami islaamka sheekhiisa ah cabdillaahi ibni yaxya maqbuula lahda la odhan jiray raximahu llahu tacaala xa waa sanadkiiba xawaale sameeyeyoo waa la xawilay sanadkii insha allahu tacaala barta xaada ayuu inoogu joogi doona xaada ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennu hada wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamed